السلام عليكم. بزاف بينا يعني كنكونوا كنخدموا في الانستغرام، ويعني وكنشوفوا شي ستوري عند شي واحد كيكون داير شي فيديو يعني فوكاهة ولا شي حاجة، وكيعجبك داك الفيديو وكتبغي تيليشارجيه، وما كتلقاش كيفاش، يعني ما كاينش شي طريقة باش تيليشارجي من الانستغرام هكاك. كاين واحد التطبيق يعني ستوري دون لونغ، وهذا يعني كيخليك يعني اي ستوري عند اي شي واحد عجباتك يمكن لك تيليشارجيه. قبل يعني ندخلوا الانستغرام نشوفوا شي ستوري عن شي، ناخذ مثال هذا، ناخذ هذا فيصل بلوك، يعني عجبني شي ستوري، الستوري هذا عجبني وبغيت ناخذه، شنو غندير؟ غندوزو للتطبيق، غندوزو للتطبيق ستوري، ندخلوا على التطبيق، نمشيو للروشيرش، نكتبوا السمية ديال الشخص اللي باغي ندخلو عنده، نكتبو فيصل بلوك روشيرش، طلع بزاف ديال لي كونت، كاين الكونت الاول هو ديالو بروفيسيونيل، دخلوا على الكونت. انا التصاور اللي بغيتي تهز شي تصويرة، يعني التصويرة هادي عجبتني انا هزتها من هنا، ندخل كيعطيك تيسارج معينة، كتيسارجيها صافي كتمشي، وكدوز لي ستوري ستوريات اللي دايره، هذا يمكن ماشي بروفيسيونيل دخلت له انا، كنت غلط، انا ما دخلش للبروفيسيونيل، هو هذا كان داير دوزيس بروفيسيونيل، هو هذا فيصل بلوك، كما قلت لهم يعني التصاور كيتجمعوا هنا، التصاور اللي بغى يهز شي تصويره يمكن اللي يهزها من هنا، ستوري هما هادو لي ستوري اللي دايرهم كلهم ستوري، وهادو ديك لاكين الا بغيت شي واحد يهز شي حاجه واخا قديمه كتكون هنا باقا. المهم مثلا نشوفو شي فيديو، دخلوا لهذا ديال صافي، كيعطيك تيسارجمو، ها هي كتبت عليها صافي، الفيديو كيتيسارج داخل، اي فوالا هاديك الفيديوهات كلهم بغيت تيسارجيهم، وحتى هادو اللي عنده هنا اللي بغيت تيسارجي شي حاجه منها يمكن له تيسارجيها، هادو القدام اللي فيديو القدام اللي كيكونوا في الفلاين، يعني مثال هاد الفيديو هذا نفس الطريقه كيتيسر، يعني بطريقه سهله. صافي كتمشي للجالوري كتلقاهم يعني كاينين الفيديوهات اللي تيسارجتهم، كتلقاهم كاينين كلهم، هذا الفيديو اللي تيسارجينا، وهذا الفيديو الثاني، هذه الصورة.